في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس في المجموعة هذا الشوط الثالث في فئة البكار من مسافة 1500 متر في أول المراكز. هذه شاينيل سيد عبد الهادي بن راشد بن ديلة المري، ولكن تسللت شاينيل سيد علي بن محمد المري مع شاينية في أول المراكز. هذه شاينية راحت بالمركز الأول لثاني المراكز. هذه الشحانية لسيد سالم بن محمد المحميد ثالث المراكز. مياس لسيد ناصر بن عمير النعيمي مع مياس في ثالث المراكز. رابع المراكز وصلت الشحانية لسيد دغش بن محمد بن جميلة في هذه اللحظات مع الشحانية مع الشاينية في ثالث المراكز. خامس المراكز من الجانب الأيمن في هذه اللحظات هذه سرابة لسيد محسن بن محمد بن عبد الهادي بن ديلة مع سرابة في خامس المراكز، ولكن رحمة علي بن محمد المري في أول المراكز مع الشاهينية للسيد علي بن محمد المري. أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن هذه الحفلة الكريمة هذه الشحانية للسيد سالم بن محمد المحميد، وسللت في هذه اللحظات انتزعت المركز الأول الشحانية للسيد سالم بن محمد المحميد. ثاني المراكز هذه الشاهينية للسيد علي بن محمد المري، وصل شعار بن نايفة وصلت سوغة في هذه اللحظات. هذه سوغة السيد مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري في ثالث المراكز. أما اللي في أول المراكز وما زالت الشحانية، وتعود ملكية الشحانية للسيد سالم بن محمد المحميد، والسوغة تحاول التسلل من الجانب الدوني. هذه سوغة الحفلة كريم للسيد مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري، سلت وانتزعت المركز الأول. أما اللي في ثاني المراكز هذه الشحانية للسيد سالم بن محمد المحميد، ولكن سوغة انتزعت المركز الأول. تهانينا والناموس للسيد مبارك بن محمد بن عبد الهادي بن نايفة على فوز سوغة بالمركز الأول، وهذه النقطة الثالثة لهذا الاسم وهذا الشعار. تهانينا للسيد مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. أما اللي في ثاني المراكز الشحانية لسيد سالم بن محمد المحميد، وثالث المراكز سرابة لسيد محسن بن محمد بن عبد الهادي بن ديلة المري. توقيت الزمن لهذا الشوط 2:12 97 جزء من السنة. تهانينا والناموس لسيد مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري.